هاي، احذر الابيضين، الملح والسكر. صحيح نحن بحاجة لهيدي المواد، ولكن لازم نتناول منهم بطريقة معتدلة، لأن مثل ما منعرف كل شي زاد عن حده بالمعنى نقص. السكر صحيح له فوايد ومنه بيعطي نشاط وحيوية، ولكن كمان له سلبيات، منه الزيادة بالوزن. اليوم اختصاصية التغذية معنا ورح تخبرنا كتير معلومات عن السكر، وكمان في سر مهم جدا لازم نسمعه سوا عن السكر الأسمر. هيدي نصيحة أونلاين. هاي، أنا أخصائية التغذية غوى الصايغ. اليوم موضوعنا رح يكون عن السكر وقدي الكمية اللي نحنا منقدر نتناولها من السكر، والسكر وين موجود وبأي أكلات. جسمنا ما بيحتاج للسكر بنظامه الغذائي، كرمال هيك الهرم الغذائي بينصح بتقليل كمية السكر قد ما فينا، والطبق الصحي ما بيذكر أي أكل فيه سكر. الكمية المسموحة من السكر خلال النهار ما بتتعدى 100-150 كالوري، يعني تقريباً 6 ملاعق شاي صغيرة من السكر للنساء و9 ملاعق للرجال. لما بدنا نشتري أو ناكل أي شيء لازم نركز على كمية السكر يلي بقلبه أو السكر المضاف، وكمان لازم ننتبه للمعلومات الغذائية اللي بتكون مكتوبة على كل منتج. لازم نركز على أول مكون وتاني مكون، إذا كان أول مكون أو تاني مكون من السكر لازم نتجنب هذا المنتج. لازم نعرف لما نقول عن السكر المضاف، يعني مش بس قصدي إنه نحنا عن السكر يلي نحنا عم نزيده، أنا كمان بقصد السكر يلي موجود بالمشروبات الغازية وموجود بالشوكولا وبعض الأكلات يلي نحنا منخدها من الحلو والقطر. في ناس بتفكر إنه السكر الأسمر هو صحي أكتر من السكر الأبيض، بس فعلياً هو بيحتوي على كمية كالوري هي ذاتها، والسكر الأسمر ما بيختلف عن السكر الأبيض غير إنه بس نحنا بنكون زايدين له دبس. صار في بديل للسكر هو السكر الاصطناعي يلي بيقدر ياخده مريض السكري أو الأشخاص يلي بهمها أنها هي تحافظ على وزنها أو تضعف، بس هيدا السكر لازم ننتبه أنه كمان ما فينا ناخد منه الكمية اللي نحنا بدنا إياها، لأنه هو معقول يسبب إسهال. أما بالنسبة للولاد لازم قد ما فينا نجرب نخفف لهم كمية السكر يلي هن عم يخلوها خلال النهار، ونجرب نعوض لهم عن السكر يلي هن بحبوه من خلال أنه ياخدوا فريش جوس، يتناولوا كتير من الفواكه، وياكلوا كمان خضرة. لهون بنكون خلصنا موضوعنا عن السكر، انطرونا بفيديو جديد ومعلومات جديدة. باي. هيدا كان موضوعنا لليوم، إذا عجبكم الفيديو عملوا لايك وشير وما تنسوا السبسكرايب، وإذا عبالكن نحكي بأي موضوع جديد فيكن تشاركونا آراءكن وأسئلتكن عبر الكومنت.